اخر اشاعه معايا انك اتخانقتي مع صاحبتك هاله سرحان. لا ازعل الا دكتوره هاله بالنسبه لي، وقطعتوا بعض. ده حصل؟ ده فتره من فترات احنا حصل ما اتخانقناش، حصلش خناق عمرنا ولا مواجهه مع بعضنا. احنا في فتره حصل بينا زي ما تقولي ايه زعل بسيط كده، قطعتوا بعض؟ انه مش قطعنا، هي راحت امريكا، انت عارفه هي كانت عايشه في امريكا، وانا عملت البرنامج بعديها، وناس وقعوا بينا، ناس في المحطه يعني، ناس بيشتغلوا جوه المحطه حاولوا يوقعوا بينا. هي كانت في ظروف صعبه، صدقت انا كرامتي وجعتني، فعارفه اللي هو شدينا، لكن احنا راجعين اصحاب وما فيش بينا اي حاجه، وخلصت الفتره دي ونسيناها، نسيناها، بنتعامل مع بعض واحنا ناسيينها خالص. مفيش يعني اجمل من دكتوره هلا في الدنيا. طب ما انا بقول لك نسيناها خالص يعني. خلصت.